تخيلي يا نادية، قدر ما قالوا لي اقعدي تحضري الحفلة حرفتك انا احضر الحفلة، بس اتغديت وطوالي قلت كاني مرقتها، لكن على لما جيت داخلة منار دي كاد انطلقت فيهم، كان شفتيهم كاد غلبتهم القعدة يبحلقوا فيني كاد عيونهم طلعوها كاد كله يعينوا لي. غويشتك سمحة، غويشتك دقيتيها وين؟ غويشتك دي بكم؟ تتخيلي بس غويشتي دي بكم؟ بكم؟ ب2 مليون بس. 2 مليون بس انا ذاتي، انا ذاتي الباغي الراجل جاب لي التوب ده، شفتيه؟ قلت له برا اصله ما عاجبني، بقيت البس لك جارات ساكت في البيت. اي هو انت جايبه بكم؟ اي ب500 الف جنيه. صحيح والله، هو ذاته شكله كده يعني بعد ده بتاع جارات وكده، لكن ما شفتي توبي جابوا لي انا امبارح؟ حضرت بالغدا كده يا اختي، كان شفتي توب بس ستي خلي ساي. تخيلي بكم؟ بكم؟ ب1.5 مليون. مليون ونص. اي انا كمان راجل باغر داي ما طبني حليفه، بقيت بخاف عليه عديل من نسوان الحله، يجي ماشي في الشارع كرب كرب كرب، اي واحد امرق راسه عشان تشوف الباغر شايل شنو. اولت امبارح جايب معاه 4 عتاله عشان يشيلوا الاكياس الجايبه، لما وصل باب الشارع ده خلاص كله تعبان عديل كده من الشارع التقيل. يتخيل جايب لنا حاجات ب700 الف جنيه، شنو انت قايلها؟ اها خضارات كده وحبه توابل وحاجات زي دي. ما بقصر غاية الباغي الله يخليه. يا باغي اسمع يا باغي، لو سمحت يا باغي دقيقة. ايوه تعال دقيقة، تعال يا جماعة، تعال لو سمحت. شنو يا باغي يا اخي؟ اي يا اخي تكتب لي شيك وما تجيب لي قروش يا اخي، ليه يا اخي؟ انا عوير يا اخي. لا ما شنو؟ الكراس ده الكراس الخامس يا اخي، اتمنى خلاص. ما هو الصراحة كتبت لك الشيك عشان يجيب لك قروشك ذاته. طيب كتبت لي زاي، لكن ما في قروش يا احمد، لا قروش يا الباقي يا اخي، ما لك يا عايز تعذبني يا اخي وطلع روحي يا اخي، ما لك يا اخي. انا لغايه السبت الجاي بجيبه لك. انت السبت ده سيلك معه شنو؟ طوال بتقول لي السبت يا اخي، وريني السبت ده فيه شنو؟ وريني يا اخي. السبت ده مع يوم بيحتمل فيه قروش تجيني. ايوه بس الاحتمالات الرفوف دي ما بتقع في رصانه يا اخي، لما انت تحتمل انا احتمل الرفوف دي يا اخي، اديني قروش يا اخي. بجيبه لك 200 السبت الجاي. ما تقول لي انت بدك تاخذ، ما تضرب في الكيله دي، ما تقول لي انا بدك تاخذ دي قروش يا اخي، والله بقول لك في الدكان ده هدي لي قروش يا اخي. بس عليك النبي، المحنه دي كلها عشان حته شيك ب200 الف جنيه كاتب لي سيد الدكان؟ ما كله منك، كله منك، كله من طرفك. ما قاعد يجيب لك الخدار ويجيب لك السكر في داعي تديني ليه من سيد الدكان؟ توصل الدين 200 الف جنيه لغاية ما اضطر انا بقي الشيطي دي اكتب له شيك. هسي لو فتح فيني بلاغ اقول يمنو عليك النبي، في ظل بيفتح بلاغ في 200 الف جنيه؟ يا والله العظيم الحلة دي كلها شغالة تكتب شيكات، شيكات بملايين الجنيهات، انت 200 الف جنيه غالبك تدفع، وبعدين سمع انه منو قال لك حيفتح فيك بلاغ؟ مش الدكان شايفه ده، انا هيتو دي ما بخليني، ده بيفتح فيني بلاغ وبدخلني حراسة، وكله منك انت. انا اسوي شنو؟ نبطل الاكل والشراب؟ سويت شنو غريب كده ناس الحله ما قاعد يسووا؟ يا تو حاجه كده انا جبتها غريبه في باقي البيوت ما فيش. ما يا حاج كرتونتين بتاع الشعريه قاعدين جوا ديل، ولا كان يوم ذاك كمان علبه بتاع السردين والاناناس؟ سويت شنو غريب انا قاعد اوديه بيت ابوي؟ يا ولي انت من السواح؟ شنو باقي لي اناناس وسردين وبتاع؟ ما تضرب الملح بتاعنا ده، اعمل لي ملح بابيا، اعمل لي ملح خضره. شنو؟ هناكل معلبات احنا؟ ادفق ملح الخضره فوق الشارع عشان نسوان الحله يعرف ان انا بسوي الخضره؟ لا دفقينا انا في الحرافه بسبب الشيك الكاتبه. يا اخي الباغر ده جن النجن، عذبني عذاب انا في الدنيا دي، احترت اسوي معاه وشو ذات انا؟ لا والله الباغر ده شفته كده زاد وكتره كتره بعد ذاك، يعني الباغر بدي من الناس كتار جدا، يعني انا اصلا الجمبر ده زاد انا مدي مني، وما في حل غير انك يا ادم تفتح فوق بلا بس. هذا الحي ده اعمله افتح فيه بلاغ اجهجه وجهي، والله ادخله الحراس ما يهرب منها الا يديني قروشي. ايوه يا اخي ده سخيل يا اخي، كان بيجي بالشارع ده طوالي، لكن مجرد ما طلبته بقروشي ما قاعد يجي، بيلبي غادي بالشارع الوراني ذاك. يا اخي استا اقول لك حاجه، تمشي للبيت لقيته كلمه هدده عديك دي، قال لك الجداد ده ما نفع معاه افتح فيه بلاغ جيب للبوليس. انا ما بهدد، لا 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 ما بهدد، طوالي بكلمه الشيك في جيبي بقول له والله ما اجيب لي قروشي، بسلم الشيك ده للبوليس. هاي البوليس يجيب لي حق انا. ايوه البوليس بيجيب لك حق. احنا بنلعب ولا شنو يا اخي؟ دي تجاره دي يا اخي، احنا تعريفه دي بنشوفها يا اخي، قروش كثير يا اخي، 200 الف يا اخي دين صعب والله، الدين صعب زي ما بقول مثلا، يعني البدايه الراي والبحير ارجل منه. هاي يا اخي، هاي يا اخي مشكله. بس ادم، ايوه ادم، يعني اسال لي دين 50 الف كده؟ لا
لا انا اقول لك كلام. شفت الباغر ده عم شفت حفوه بلا وانا الشهود. عايشني انا في نارية شواية، انا قاعد في شواية عديل كل يوم. امشي وتعال امشي وتعال. ادم كيف حالك؟ خليت الدكان مالك وجدني دار حقي. ها دار قروشين ال 200 الف حقتي دي، 200 الف جنيه دي ادوني لها. 200 الف جنيه ما برجع لك امهني لغايه السبت بجيبها لك. يا الباغر انا شخصيا خلاص مليت، ما عندي زمن تديني قروش على سيدي. اصل لا ما عندي قروش. هاي لم تاني يا اخي. هاي انا لو عندي قروش بدسها منك. قول لي زمن محدد 200 يعني. انا بس اديني السبت الجاي. السبت الجاي اسبوع ما بنتظر والله. الدكان ذاته ما خلاص فضى فضى يا اخي. فضيتوا لي عليك الله يا ادم ما بتخجل. جاي كو 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 داق الباب في 200 الف جنيه. 200 الف جنيه انت ما جيتي مليت الكراسه زي كراسه الاملا كرملت ديون. شايله منك مليون جنيه هنا يا اخي. ما داري المليون، ادوني ال 200 الف حقتي دي بس. ما داري منكم حاجه. قال لك ايه ال 200 الف جنيه دي بس مهني لغايه السبت. انا اللي ما ادي مقشر، لكن السبت اوعدك 9 صباحا بجيب لك. هاي انت مقشط. انا ما اعرف وفي ذاتها مقشطه. الرفوف دي ما مقشطه يا اخي. ما كلمك قال لك السبت يا اخي. انت بتحب تضمني معي؟ ما تضمني معي لانه كله منك انت. اجرد دوين اجرد دوين. يلا نزل الرفوف بس نزلي. اه 200 اسمع عين عن 200. انا ما قاعد في شوايه 200 يوم السبت. يوم السبت لا بعدين بلمسها. ما جبت لي قروشي الشيك ده انا بسلم البوليس. هاي لك انا ما كاتب لك الشيك عشان تطبع عشان تضمن قروشك. انت مضمون والله. انت سمكه في مويه مضمون وين؟ بالنسبه بس على البوليس. لا تحلك السبعه. هيلا كده الشيك ده يقدم البوليس. تقدم البوليس ان انا بلمسها. شفتي اهو بسبب كان الشيك ده هيدخلني السجن. السجن ولا الجارات هسي سمع الناس رغي سمع الكلام ده. خشي اهو غتستي حجري. ها يلا خمي وزري. بوليس بوليس. ايوه باغر اسماعيل. اي الباغر اسماعيل. عايزينك في القسم. ما لي سويت شنو؟ امرقب امرقب. ايوه بشنو؟ فاتحين فيك بلاغ. بلاغي في نانا. ايوه خلاص خلاص باغر اسماعيل. ايوه راح. طيب مع السلامة. كرة علي الباغر. يقبضوك في شيك ب200 الف جنيه بس. هاي ناقلة لو ادي وشوية من الجارات. يا اخينا انا دخلوني السجن. يا اخينا تتباكى مالك يا اخي. فيشنو باول مرة اخش سجن يا اخي. ويعني شنو من خشية السجن؟ احنا قاعدين هنا من 4 سنين يا اخي. ما فرقنا ليه؟ ما انا جديد لكن اول مرة اخش. جديد وانا قديم. السجن ما حق الرجال. بشنو؟ اركز شوية اركز. المحبة البشخة شيء بيبقى قدره. ما تفكر لو تجرس هنا. اركز الحبة. قصة غريبة. تيبا جعالي. انا كده ما لازم اتعود حتى توقف الجعير ده. خلاص مرحبا. خلاص دخلنا له في شيك. خلاص والله دخلنا له في شيك. هاي عز الدين. ايوه اي زول يجي يقدم لك شيك تدي له نص المبلغ وينط التاج. اي اذا ما نط نص المبلغ اي نتعوض له ديون قروشه. شيكهم بكم؟ 500 مليون ياخذوا 250 مليون. اي اها اسمع. امشي البنك استلم من البنك 3 مليار وخلي في الحساب 5 مليار. شيلها معاك في العربية وامشي السوق. أي زول عنده شيك ينط نص المبلغ أديه. أي قول لهم الطاهر قال كده. أنا ما عاجبه وأنا قاعد في الحارة أصلا. ما مالي يعني ما مالي. أي قلت كده بس. القروش اللي قلتها في التليفون دي كلها حقتك؟ أي بالحيف شوية. ما حول ولا قوة الا بالله. وقاعد في السجن هنا؟ قاعد لي 6 سنة. ايوه اسم الكريم. اسم الكريم انا الطاهر شيكات طايرة.
تشيكك اللي قابضنك فيه وجابوك السجن هنا بكم؟ انا قابضني في شيكات كتار لكن مجملا كدي 10 مليار. سلام. اسمك كريم؟ اسمي انا؟ اسمي الماعي. ليه في شنو؟ قابضنك بكم؟ انا؟ ما هي كتار 2.5. 2.5 شنو؟ مليار؟ لا حول ولا قوة بالله. كم؟ 2.5. لا انا قاعد ليه مع فطاحنا؟ الله شرفتونا. يا اخي والله عارف الزول ده زول لئيم خلاص، لكن الليله بس الله يسترنا معاه بس. لا حول ولا قوة الا بالله. بس الله يخارجنا بس. انا عارف انه جيتنا دي بدون فايدة. ما ساكي المرة العجوز دي؟ يا اخي زول مرض خلاص يا اخي. ججا. شرفتونا. يا الله مرحبا الله يبارك فيك. تفضلوا الشاي. بارك الله فيك. يزيد فضلك يا اخي. الله يبارك فيك. والله يا اخونا ادم احنا جايينك في خير. انا مع الخير. وعارفين انك انت زول خير. الله يبارك فيك. في الحله دي تب ما قصرت لا مع كبير لا مع صغير. ايوه. اللي بيجوك كله بالدين وتمشيوا بخاطره. ايوه. هسه دي ان احنا جايينك في سبب اخونا الباغر. الباغر؟ اي. لا اديني قروش انا ما عندي علاقه ما عندي معه مشكله. ما له قروش. شوف يا ادم والله نحن جينا متوسمين فيك خير. اها. بعدين انت كمان راعي انه عنده اطفال ومصروفات وزوجته هناك. زوجته دي لئيمه. هاي زوجته دي لئيمه. سمعتني والله بس حد الوطا. انا يا اخي انا شحيد قروش ما حقي انا دار اشيل منهم. اسمعني صرصر لك. اسمعني ما صرصر لك. غلطان الطب وغلط لك. لكن هسه دي نحن في شوف الولاد الصغار دي ياكلوا من وين وابوهم قاعد في السجن. كان ما انت امهلوا للسبت الجاي بس. تاني السبت انت عارف السبت ذاته دخلوا في مشكله. كل يوم بيقول لي السبت السبت انت يا السبت في مطر بتاع قروش بتنزل ما يديني حقي يا اخي. وبعدين الباقي ذاته اللي بغرلنا بيشطب الدكان بيشطب الدكان ومره يقول لي جيد جيد لما انا طالب بحقي تجي تقول لي يا اخي انت وقت دايرين يا اخي ادوني قروش خلي طلع لي قروش يا اخي. يا ادم اخوي يا ادم اخوي احنا جايينك من هناك وقاصدين فيك الخير. اها. ها سامعني كيف؟ سامعك انا يا اخي. ال 200 اللي فيه قروش والله ما قروشي ما قروش يا اخوانا سيارتي والله يا هسه دي صبر هسه ينبقي صبرت لحد يوم السبت الجاي ده بتموت؟ شنو؟ بتموت كان صبرت اليوم السبت الجاي؟ ما بموت وكيل جابت لا ما انا بموت بس داير قروش انا داير قروشي اديني قروشي والله ما مرقوا من الحرس والله ما مرقوا من الحرس. مرات انت تفهم معانا بس الزول ده في السجن حيديك القروش كيف؟ حيديك لها كيف؟ حيديك لها كيف؟ يبيع هدومه يبيع ملاياته تاجر عنده اهله يرسلوا لي انا ما بعرف ما اداني قروشي والله ما طلعوا من الحرس. علي بالطلاق انا عارف انك انت ذا ما بتقصر معانا لكن الليله مالك ما بعرف ما بعرف ما قروشي يا اخي توضح فيني يا اخي. انا جاري وراه يا اخي قصه الكريس والفار يا اخي كل انا مستبت اجيبه جاي يجيني بجاي اجيبه جاي يجيب وجابت لا لامه وانت كنت تقول لي انا ما عندي انسانيه يا اخي. كيف ما عندي انسانيه والله يا انت سيد الانسانيه ادم لكن كمان انت راي اللي جايتنا وشوف انا جايتكم دي مرحب بها يا شباب. انا جايتكم دي مرحب بها لكن اسد دارين الكلام الجد. ادوني ال 200,000 انا بطلع لكم من الحرس. ادوني لك شكرا لك. الفيك دي عرفت ما قايل انك كده والله. أرح. مع السلامة. اقفلوا معاكم الباب عشان الغنم ما ياكلوا الشرر. والله ما يديني ال200 ما مرقوا من الحراسة. تزول عجيب خلاص انت تعال. الزول ده جايب انه بيشيك ولا جايبها وكله جيعان زي جايبه جوا. يا اخي ده العمود اللي فيه قاشي الفواكه اللي فيه قاشية يا اخي ده لاهوطه ويشرب في الشيشه ويفتح في نفسه ويستف ويستف ويستف. الزول ده ما له مشكله لا في زول جزاره لا جابوا لي عمود مقطوع. الله يزار على الزول ده مقطوع ما من البلد دي. اصبرني دقيقه اصبرني انا بس علي. يسو 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 يا الباغر. ايوه انت الباغر. عارف الشيك اللي قابضنا يقول يا ابوك هنا ده بكم شيكك ده؟ انت من الشيك ولا انا كان عارف السجن ده في عمدان زي دي وكيل زي ده مكان خشيت من بدري مكان كتبت لي شيك من بدري. شيكك اللي لسه جاي منك فوق كم؟ كم؟ شيكك بكم؟ ب200,000. كم؟ 200,000. 200,000؟ علي بطلات تدفع عليك السيدي مني انا وتطلع برا السجن ده.
يا باشا.